عودة مفاسة قلب الأسد طبعا أكرم توفيق، يعني نتمنى له إن شاء الله موسم موفق وناجح بدون إصابات. واحد من أهم اللعيبة اللي هيمثلوا إضافة كبيرة الحقيقة لسكواد الأهلي، سواء رجع في مكانه مع هاني باك يمين، هيبقى عندك اثنين من أفضل باكات اليمين في مصر، أو رجع حتى في قلب الملعب مركزه الأساسي كديفندر. برضو أعتقد أكرم الحقيقة بروحه وبإصراره ومستواه اللي كان وصل ليه، واحد ما تقدرش تغفل عنه كواحد من أهم لعيبة خط النص في مصر في السنوات اللي جاية، وواحد من أكتر اللعيبة الحقيقة اللي عندها الروح والإصرار. تفرق معايا قوي 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 حتة اللعيب اللي نازل يعني يموت نفسه في الملعب، لعيب بدرجة مقاتل، وأكرم من النوعية دي إن شاء الله نتمنى له موسم ناجح. ومع كولر وارد جدا جدا جدا، يعني بشوف انه اكرم من اللعيبه اللي ممكن جدا ان شاء الله اول ما يستعيد مستواه وياخد فرصته كامله يحافظ على مكانته بشكل اساسي في الفريق. نيدفيد كمان، نيدفيد الحقيقه حاله، نيدفيد من يومه من هو صغير من هو في الناشئين مفيش حد ما اتكلمش على انه نيدفيد لاعب بمواصفات عالميه، يعني كل اللي شافوه وفي ناس يعني مش هقول اسماء لكن كلهم الحقيقه أثق جدا 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 بشكل كامل في تقييمهم للخامة للكواليتي للإمكانيات والقدرات، ومنهم أسماء احترفت بره في نوادي كبيرة جدا. ما كانش بالنسبة لي محل شك، ظروف طبعا الإصابة وتكرارها وابتعاده عن الملاعب، وهو برضو الحقيقة قصة إصرار وتحدي. أتمنى إن شاء الله بإذن الله السنة دي يكون هو الإعلان عن تفجر قدرات كريم نيدفيد. كريم فؤاد مش غريب على كولر، كريم فؤاد واحد من اللعيبه اللي تألقوا في بدايه الموسم اللي فات كجناح يمين، كان واحد من اهم اسلحه الاهلي الهجوميه، وانا بشوف كريم من اللعيبه الكويره، لعيب عنده كوره كويسه جدا، وواحد من اللعيبه الجوكر زيه زي اكرم توفيق، تقدر توظفه في مراكز كتيره جدا في الملعب، باك شمال باك يمين جناح يمين، علامة الكاملة بصراحة، سواء لما كان بيلعب مع أمبي كباك شمال أو لما جه لعب معانا باك يمين أو لما وظفه كولر كجناح يمين. طيب.